الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. البيان المشترك للمنتدى العربي الصيني يدين استمرار العدوان الإسرائيلي ومحاولة التهجير القسري للفلسطينيين. والحكومة السلوفينية توافق على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا. السادسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبدايتنا مع الزميلة حنان عاطف. أهلا بك حنان. أهلا بك نسرين، وشكرا لك. مرحبا بحضراتكم مشاهدين الكرام. البداية من زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة الصينية بكين ومشاركته في أعمال المنتدى العربي الصيني. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التقدير للرئيس الصيني شي جين بينغ على الدعوة للمشاركة في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني بالعاصمة بكين، مشيدا في كلمته أمام المنتدى على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، مشيرا إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين. أتوجه بخالص التقدير لفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية على الدعوة الكريمة، كما أتوجه إلى الجانب الصيني والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتقدير على ما تم بذله من جهد في الإعداد لهذا المنتدى القيم. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أشيد على نحو خاص بالعلاقات المصرية الصينية، وأود أن أنوه في هذا الإطار إلى مرور 10 أعوام على تدشين علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، وما شهدته تلك السنوات من تطور ملحوظ في علاقات البلدين، لنؤكد من خلال ذلك استمرار حرصنا المتبادل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وعلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. وقال رئيس السيسي إن العلاقات السياسية العربية الصينية تقوم على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداء على السيادة، منوها بالتقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية. تقوم العلاقات السياسية العربية الصينية على عدد من الأسس الراسخة، على رأسها الحرص المتبادل على أمن واستقرار ومصالح الشعوب ورفض الاعتداء على السيادة. ولقد مثلت تلك العلاقات والتعاون العربي الصيني الوثيق لإقرار تلك المبادئ ركيزة من ركائز الاستقرار الدولي والعمل على إقرار العدالة في المنظومة الدولية. وأود أن ننوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ولحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. هذا وأكد الرئيس السيسي الحرص المتبادل بين مصر والصين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية من أجل تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة مع أولويات مبادرة الحزام والطريق. إن الانعقاد الدوري المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، حيث يهدف المنتدى إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون جنوب جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا
إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي. هذا ودعا رئيس السيسي كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعل للاطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة، والعمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية للقطاع، والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وأكرر التأكيد أنه لا يوجد سبيل للوصول إلى السلام والاستقرار الإقليمي والدولي المنشودين إلا من خلال المعالجة الشاملة لجذور القضية الفلسطينية، وذلك بالالتزام الجاد والفوري بحل دولتين والإقرار للفلسطينيين بحقهم المشروع في الحصول على دولتهم المستقلة. وأكد الرئيس السيسي أهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأشار إلى أن مصر طالبت الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم. واسمحوا لي هنا بمعاودة التنويه لأهمية وضع قضية الأمن المائي العربي على رأس أولويات التعاون المستقبلي في إطار المنتدى العربي الصيني، نظرا لما تحمله هذه المسألة من مخاطر ترقى إلى حد التهديد الوجودي. وأود الإشارة في هذا السياق إلى أننا طلبنا الحكومة الإثيوبية على مدار أكثر من 10 سنوات بالانخراط بحسن النية الواجب مع مصر والسودان للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يؤمن للأجيال الحاضر والمستقبل بالدول الثلاث حقها في الحياة والتنمية، أخذا بعين الاعتبار أننا لن نسمح بكل من شأنه العبث بأمن واستقرار دولنا وشعوبنا. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي تقدير مصر لإسهام الصين على مدار السنوات الماضية في دعم مشروعات التنمية في مصر، وتطلع الارتقاء بالعلاقات وبدء مرحلة جديدة ترتكز على دفع جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاستفادة من القدرات الواعدة التي تمتلكها مصر في هذا الإطار. جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي بالعاصمة الصينية بكين مع لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني. وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إلى أن اللقاء ركز على بحث أطر التعاون بين مصر والصين والتطلعات لدفع العلاقات في مختلف المجالات في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين. من جانبه أشاد رئيس مجلس الدولة الصيني بالتجربة المصرية التنموية وما تحققه مصر من نجاحات في مختلف القطاعات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، حيث قام السيد الرئيس بإلقاء كلمة مصر في الاجتماع، والتي ركزت على سبل تعزيز التعاون العربي الصيني في ظل المتغيرات الدولية، كما استعرضت الأوضاع الإقليمية الجارية خاصة الحرب في غزة، مطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية. الحضور الكريم، إن الانعقاد الدولي المنتظم للمنتدى العربي الصيني يحمل دلالة واضحة على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات المؤسسية العربية الصينية، حيث يهدف المنتدى
إلى تحقيق عدد من الأهداف السياسية والاقتصادية الرئيسية، منها تعزيز التعاون جنوب-جنوب وتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة، مع العمل على تعزيز أوجه التعاون الفني المشترك في مواجهة التحديات المرتبطة بحوكمة الاقتصاد العالمي ونقل وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب مكافحة التغير المناخي وضمان الأمن المائي، وذلك ضمن قائمة مطولة من التحديات والأخطار التي تفرض ضرورة حشد قدرات التعاون بين مختلف الأصدقاء بالمجتمع الدولي. السيدات والسادة، أود أن أنوه في هذا الإطار إلى التقدير العربي الكبير للسياسات الصينية تجاه القضية الفلسطينية ودعم بكين المستمر للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والحق الفلسطينيين المشروع في إقامة دولتهم المستقلة. إنني أدعو كافة أطراف المجتمع الدولي الفاعلة للاطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية لوقف الحرب الإسرائيلية الغاشمة، كما أطالب المجتمع الدولي بالعمل دون إبطاء على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لوضع حد لحالة الحصار الإسرائيلية والتصدي لكل محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم. وعقب انتهاء فعاليات المنتدى، التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني. أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بإحساسه العميق بالألفة مع الدول العربية، وذلك خلال افتتاح منتدى التعاون العربي الصيني في بكين بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة. وقال شي في كلمته إن بلاده ستستضيف القمة الثانية بين الصين والدول العربية في عام 2026، مشيرا إلى أن بكين مستعدة للعمل مع الجانب العربي لاستكشاف سبل لحل القضايا ذات الصلة بالمناطق الساخنة، بما يدعم تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل، معلنا دعم بلاده لعقد مؤتمر سلام واسع النطاق بشأن أزمة الشرق الأوسط، ومؤكدا في الوقت ذاته أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن تكون غائبة إلى الأبد، وأن الصين تهدف إلى صوت مشترك مع الدول العربية حول الصراع في غزة. من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني أن جامعة الدول العربية تؤكد التزامها بدفع العلاقات بين الدول العربية والصين إلى مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة ضرورة ملحة. إن العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 8 أشهر يمثل نقطة تحول فارقة في تاريخ منطقتنا. ثمة شعور بالإحباط العميق حيال عجز المجتمع الدولي عن وقف هذه المذبحة. 35,000 فلسطيني استشهدوا، أغلبهم من النساء والأطفال، ومدن القطاع لم تعد صالحة للحياة بعد أن دمرت البنية التحتية على نحو كامل. كل ذلك والعجز الدولي مستمر، وهنا ينبغي أن نتساءل عن مصداقية ما يسمى بالنظام الدولي القائم على القواعد. أي مصداقية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إن كانت هناك دولة تضع نفسها فوقه؟
ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح مع رسالة الزميل كريم رجب مراسل أكسترا نيوز. لا تزال قوات الاحتلال تطلق القذائف المدفعية بشكل مكثف على مناطق مختلفة في مدينة رفح الفلسطينية وخصوصا المناطق الغربية وفي عمق المدينة، وهذا الإطلاق هو إطلاق عشوائي مكثف، ومن ثم أجبرت عدد كبير من السكان وكذلك النازحين في مدينة رفح الفلسطينية على النزوح مرة أخرى إلى بعض المناطق ولا سيما منطقة المواصي في خان يونس. والمعلوم أن قطاع غزة حتى هذه اللحظة لا يوجد فيه مكان آمن لأن كل المناطق تتعرض فيه للقصف المستمر. هذا الأمر أدنته بعض المنظمات التابعة للأمم المتحدة وقالت إن ما يحدث في غزة هو حرب إبادة، وكذلك أيضا هناك صعوبة كبيرة في مواصلة ومباشرة العمل الإنساني لهذه المنظمات نتيجة لعملية النزوح المتكررة والإطلاق الكثيف للنيران في كل المناطق في مدينة رفح الفلسطينية. يأتي هذا فيما تشتبك فصائل المقاومة مع قوات الاحتلال في مناطق متفرقة في مدينة رفح الفلسطينية وخصوصا المناطق الشرقية التي شهدت إطلاق لكم كبير من قذائف الهون تجاه الأليات العسكرية والجنود التي تتمركز في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وسمعنا دوي لإطلاق النيران وهذه الاشتباكات منذ قليل. يأتي هذا أيضا فيما تكثف مروحيات الاحتلال من تحليقها في سماء رفح الفلسطينية، وأيضا يتطلق النيران صوب المواطنين في مدينة رفح الفلسطينية، هذا بجانب طائرات الاستطلاع التي أيضا تقوم بنفس المهام وتطلق النار الكثيف على مناطق مختلفة. هذه العمليات العسكرية أدت إلى استشهاد 12 فلسطينيا بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين والتي لم تتمكن طواقم الإسعاف من الذهاب إليهم نتيجة لهذا الإطلاق الكثيف للنيران في مناطق المختلفة، ولأن مدينة رفح الفلسطينية هي على صفيح ساكن على مدار الساعة، ومن ثم فإن هناك صعوبة بالغة في مباشرة العمل الإنساني. على الجانب الآخر كان هناك مجموعة من الشاحنات عادت مرة أخرى دون العبور من معبر كرم أبو سالم باتجاه الأراضي الفلسطينية نظرا للتعنت الشديد الذي تمارسه قوات الاحتلال في عبور هذه الشاحنات، وهذه المرة بحجة انتهاء ساعات العمل، وعاد عدد كبير من الشاحنات إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري مرة أخرى بعدما يعني سمحت قوات الاحتلال بالعبور لعدد آخر من الشاحنات بعد أن تسلمته الفرق التابعة للأمم المتحدة. على أي حال خلال الأيام الأربعة الماضية عبر من خلال معبر كرم أبو سالم باتجاه الأراضي الفلسطينية نحو 627 شاحنة مساعدات بإجمالي 12,000 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية، ولكن عملية توزيع هذه المساعدات تجد صعوبة كبيرة من جانب الفرق المومية في ظل عدم وجود مرور آمن وكذلك أيضا العمليات العسكرية المستمرة حتى هذه اللحظات من جانب قوات الاحتلال والتي تصعب من هذه المهمة فضلا عن قطع الطرق في عدد من المحاور سواء في قطاع غزة بشكل عام وكذلك أيضا مدينة رفح الفلسطينية بشكل خاص. أدنى البيان المشترك الصادر عن أعمال الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في العاصمة الصينية بكين استمرار العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث استشهد وجرح أكثر من 125,000 مواطن في قطاع غزة غالبيتهم من النساء والأطفال. كما ندد البيان بسياسة تجويع الشعب الفلسطيني وتعريضه للمجاعة والحصار القاتل الذي يقطع كل أسباب الحياة عن قطاع غزة والتدمير الممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد وكذلك الكنائس والبنية التحتية في القطاع واعتقال وتعذيب لآلاف المعتقلين الفلسطينيين. واستنكر البيان العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح وقصف خيام النازحين والسيطرة على معبر رفح ورفض تنفيذ مخططات ومحاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى خارج أرضه.
قال المندوب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الوزير رياض منصور إن إسرائيل ما زالت تتحدى العالم وتستمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية 3 أوامر ملزمة تشتمل على تدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة ووقف قتل المدنيين وإيذائهم جسديا أو عقليا بصفتهم مجموعة محمية باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وأضاف منصور خلال كلمة دولة فلسطين ألقاها في الدورة 10 للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني والمنعقدة في العاصمة الصينية بكين، أضاف أن إسرائيل تصر عبر حكوماتها المتتالية على الاحتلال والتدمير والقتل والحصار والتهجير والاستعمار وضم الأراضي والاستيلاء عليها وبناء جدار الفصل العنصري على الأرض الفلسطينية وانتهاك حرمة المقدسات المسيحية والإسلامية. قال رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جلوبول إن حكومته وافقت على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يعمل في اتجاه واحد فقط، وهو الذي يحقق السلام دائما في الشرق الأوسط. اليوم اتخذت حكومة سلوفينيا قرارا بالاعتراف بدولة فلسطين دولة مستقلة ذات سيادة ضمن الحدود التي رسمها قرار الأمم المتحدة. نحن نتحدث عن حدود 1967. هذا القرار يحمل رسالة واحدة لجميع الأطراف، وهي أننا نريد وقفا فوريا للأعمال العدائية، ونريد إطلاق سراح الرهائن فورا وبشكل غير مشروط. تتواصل التحركات السياسية الرامية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من خلال عدة مسارات إقليمية ودولية وأممية. نتابع المزيد في العرض التالي مع الزميل محمد أنصاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بحضراتكم. تتواصل التحركات السياسية الرامية لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة من خلال عدة مسارات إقليمية ودولية وأممية. الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال جلسة محادثات معمقة مع نظيره الصيني تشي جين بينغ بالعاصمة بكين، شدد على ضرورة وقف الحرب في غزة، مؤكدا الخطورة البالغة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، وما تسفر عنه من مآس إنسانية وسقوط ضحايا. وفي السياق نفسه، اتفق الرئيس السيسي ونظيره الصيني على ضرورة وقف إطلاق النار فورا ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين. وعلى صعيد آخر، وفي مجلس الأمن، طرحت الجزائر في جلسة مشاورات مغلقة مشروع قرار يدعو إسرائيل للوقف الفوري لعدوانها على مدينة رفح الفلسطينية. وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة إن مشروع القرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الأسرى والمحتجزين. كما أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن الحرب في قطاع غزة القائمة الآن هي القضية الأخلاقية الأكبر واختبار للنظام العالمي القائم. وشدد بوريل على أن قرارات العدل الدولية ملزمة، لافتا إلى أن نظام الأمم المتحدة مشلول بسبب حق النقد، وهو ما يؤدي لاستمرار الصراعات وما يحدث في الشرق الأوسط. أما المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور فشدد على أولوية وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وتوفير المساعدات الإنسانية الكافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين والتصدي للتهجير القسري، محذرا من تداعيات اجتياح رفح الفلسطينية. كما أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية مهند العكلوك أن إسرائيل ما زالت تتحدى العالم وتستمر بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة،
على الرغم من إصدار محكمة العدل الدولية أمرين ملزمين بتدابير مؤقتة لمنع جريمة الإبادة الجماعية ووقف قتل المدنيين. مشاهدينا، كان هذا استعراضا لأبرز التحركات السياسية والدولية بهدف وقف عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 53 شهيدا و357 مصابا خلال 24 ساعة الماضية. هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى نحو 36225 شهيدا، إلى جانب 81777 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي، مضيفة أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. استشهد 7 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون بجروح بقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة، وذكرت مصادر طبية أن 4 فلسطينيين استشهدوا وأصيب 15 آخرون بجروح جراء قصف طيران الاحتلال الحربي لمخيم النصيرات وسط القطاع. وفي حي تل الهوى غرب مدينة غزة استشهد 3 أشخاص برصاص قناصة الاحتلال، كما استهدف الاحتلال عددا من المباني في مدينة رفح الفلسطينية. إلى ذلك، أكد دفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال دمرت مئات المنازل في مخيم جباليا شمال القطاع، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من الفلسطينيين. وقال الدفاع المدني الفلسطيني أن قوات الاحتلال تنفذ إبادة جماعية بحق المواطنين بمنطقة الفالوجة بمخيم جباليا، مضيفا أن مناطق في شمال قطاع غزة على وشك الدخول في مجاعة أخرى بسبب منع قوات الاحتلال لدخول المواد الغذائية الأساسية لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة. قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تشعر بالحزن الشديد والصدمة لاستشهاد مسعفين جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لإحدى مركبات إسعاف الجمعية في منطقة تل السلطان غربي رفح جنوب قطاع غزة. وأوضحت الجمعية الفلسطينية أن طائرات الاحتلال قصفت بشكل مباشر إحدى مركبات الإسعاف الثلاث التي كانت في مهمة إنسانية، بينما قام جنود الاحتلال بإطلاق النار بشكل كثيف باتجاه الطواقم، مما اضطرهم إلى الانسحاب من الموقع قبل أن يتمكنوا من انتشال جثماني الشهيدين المسعفين أشلاء. وطالبت الجمعية بمحاسبة مرتكبي جريمة الحرب، مؤكدة أن استهداف الطواقم الطبية يمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني.
أصيب 6 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامه مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية المحتلة. كانت قوات الاحتلال من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها من عدة محاور، فيما حلق طيران الاحتلال بكثافة تزامنا مع الاقتحام. من جانبها شرعت جرافات الاحتلال بتدمير ممتلكات الفلسطينيين في جنين ومخيمها، بينما انتشرت قناصة الاحتلال على أسطح العمارات وداخل المنازل. التقى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس جمهورية المجر طماش شويك، وأشاد جبالي بعلاقات الصداقة الراسخة بين مصر والمجر والمترجمة في تعاون ثنائي إيجابي وبناء على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكدا إرادة مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية على تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما بما يشكل رافدا مهما لتعزيز العلاقات المصرية المجرية. وفي مستهل زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مباحثات موسعة مع رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وأشاد رئيس مجلس النواب بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم إيجابي في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على تعزيز تلك العلاقات إلى أفاق أرحب، ومؤكدا ضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق المواقف حيال القضايا محل الاهتمام المشترك بالمحافل البرلمانية الدولية والقارية. وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الأوزبكية طشقند تلبية لدعوة رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، واستهل الوفد برئاسة عبد الرازق لقاءاته بالاجتماع مع رئيس المجلس التشريعي الأوزبكي نور الدين إسماعيلوف، واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون البرلماني. وعقب ذلك اجتمع عبد الرازق مع السيدة تنزاليا ناباريفيا رئيس مجلس الشيوخ الأوزبكي، حيث ناقش الجانبان آليات تفعيل عمل لجان الصداقة والتفاعل بين اللجان البرلمانية. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة موقف مشروعات الهيدروجين الأخضر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين. وأشدد مدبولي خلال الاجتماع على سرعة تحويل عدد من الاتفاقات الإطارية الخاصة بالهيدروجين الأخضر إلى عقود، ونوه بأن الحكومة المصرية لديها خطة طموحة لتعزيز قدراتها في مجال استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الطاقة المتولدة من الهيدروجين الأخضر. هذا واستعرض الاجتماع موقف أراضي مشروعات الطاقات المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر. أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على توافر مختلف الأدوية بعد أن وفرت المكون الأجنبي المطلوب للأدوية ولغيرها من السلع الأساسية. وخلال عقده اجتماعا لمتابعة موقف توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، تناول الاجتماع استعراض ما يتم من تنسيقات مع غرفة صناعة الدواء وكذا المجالس التصديرية بشأن زيادة الإنتاج في المرحلة الحالية بما يسهم في سد الاحتياجات المحلية وكذا رفع فاتورة التصدير، كما تم استعراض المحفزات التي توفرها الدولة لصناعة الدواء سواء بتوفير الأراضي المرفقة للمصنعين أو التوسعات المختلفة للصناعات القائمة. وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة 26 من مبادرة
كلنا واحد اعتبارا من الأول من يونيو المقبل ولمدة شهر، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك لتوفير كل مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية وبجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%. يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية للوزارة والهادفة إلى المساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة ظرف 10 أيام بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بدار السلام لدعم طلاب الثانوية العامة، والتي تواصل المؤسسة تنظيمها في محافظات الجمهورية، ويجري من خلال المبادرة تقديم المراجعات النهائية في جميع المواد الدراسية بشقيها العلمي والأدبي. وتهدف المبادرة لتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور. بنعمل مراجعة يوميا لأبنائنا الطلبة والطالبات في حي دار السلام، عاملين هنا 5 قاعات، بنقدم كل أفضل المدرسين موجودين في حينا لأبنائنا الطلبة، بيقدموا لهم كل المواد التعليمية مجانية في خلال في اليوم، يعني بقى 3 حصص او 4 حصص في ال4 قاعات او ال5 قاعات شغالين، اللي بيقدموا الدعم لابنائنا الطلبه. 10 ايام بنراجع مواد الثانويه العامه كامله لكل طلابنا من ابنائنا من الثانويه العامه، لطلاب الادبي والعلمي في موجودين على مستوى الجمهوريه كامله داخل محافظه القاهره. احنا موجودين الحمد لله في كل مناطق محافظه القاهره، في مدرسه وفي مناطق فيها مدرستين. بنراجع الثانويه العامه للماده العلميه معموله على ايد افضل واكبر مدرسين موجودين على مستوى الجمهورية، ثم بعد كده المادة لما بتجيلنا في المدارس لأبنائنا الطلبة بنجيب في كل إدارة تعليمية أكبر مدرس الأول للمادة أو كبير المعلمين الموجودين للمادة يشرحها للطلبة. أنا النهاردة كان متطوعة جاية أساعد إخواتي الطلبة في المبادرة اللي بتقدمها حياة كريمة، نقدر في 10 أيام نلم المنهج وإن شاء الله بالتوفيق والنجاح. دي حاجة جميلة جدا ورائعة، يعني بنستفيد منها كلنا كأولياء أمور وطلبة طبعا. 10 أيام في ظل الظروف اللي هي مر بها البلد دي، فبنشكرهم جدا جدا جدا، وبنشكر القائمين على مؤسسة حياة كريمة. صراحة استفدت جدا، وكل يوم باجي وبصراحة ما بيقدموا عمل كويس جدا، وكل يوم نيجي نستفاد ولسه في حاجات كتيرة جاية إن شاء الله. حقيقة مبسوط جدا إن المبادرة بتقدم شغل جميل، وباجي كل يوم وإن شاء الله مكملين على كده. وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة مراجعات تقدر في 10 أيام لطلاب الثانوية العامة بمحافظة البحيرة وذلك وسط حضور كبير من الطلاب ونخبة من خبراء التعليم، إذ يتم تنفيذ المحاضرات والمراجعات النهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمية على يد نخبة من الخبراء والمعلمين. هي مبادرة لطلاب الثانوية العامة شعبتها العلمي والأدبي، كانت بالتعاون بمؤسسة حياة كريمة ووزارة التربية والتعليم، وهي مبادرة مجانية تماما بدون أي رسوم للطلاب. دورنا كمتطوعين احنا بننزل ننظم الطلاب، ننظم دخول الطلاب، وبيوجد وجبات بيتم توزيعها على الطلاب من خلال المبادرة. مبادرة تقدر في 10 أيام أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بيتم تقديم محاضرات مراجعة للطلاب الثانوية العامة في كافة المواد التخصصية ليهم،
وبجانب بيتم تقديم محاضرات دعم نفسي للطلاب الثانويه العامه لاجتياز فتره توتر الامتحانات والقلق للطلاب. مبادره بقى تقدر في 10 ايام هدفها الاساسي كان تجميع الطلبه على قد الامكان في اخر 10 ايام يقدر يلم المنهج. مؤسسه حياه كريمه بالتعاون مع وزاره التربيه والتعليم قدرت ان هي تقدر تجيب احسن مدرسين وافضل مدرسين كل زي ما حضراتكم شايفين المحاضرات كلها ببلاش محدش بيدفع فيها حاجه، ويمكن ده دور مؤسسه حياه كريمه والمجتمع المدني ان احنا نبقى متواجدين مع الطلبه لتعزيز الراحه النفسيه والاستعدادات للامتحانات الثانويه العامه. المبادره دي تهدف الى ان احنا نلم المناهج في 10 ايام للطلبه بمراجعات مجانيه علشان نرفع شويه عن كاهل اولياء الامور الاعباء بتاعه الدروس الخصوصيه. طبعا المبادره بالتعاون مع مؤسسه حياه كريمه ما بين اداره بندر دمنهور ومؤسسه حياه كريمه. كان اول يوم مشاركه ليا النهارده في مبادره حياه كريمه بعنوان تقدر، ان احنا بنراجع ماده اللغه العربيه مراجعه نهائيه لطلاب الثانويه العامه في مدينه دمنهور، والمراجعه كامله بالمجان لجميع طلاب محافظه البحيره من اي مكان يجوا هنا في مسرح مدرسه عمر مكرم. وما شاء الله منذ يعني بدايه المحاضره في اقبال كبير جدا جدا من الطلاب على المبادره ومشاركين، لان احنا بنحط يعني بنحل معاهم اسئله مطابقه لمواصفات الامتحانات الوزاره، وان شاء الله مكملين المبادره لحد ما تنتهي 10 ايام، وبنرفع عن اولياء الامور الكاهل المادي شويه او بنشاركهم في رفع الجانب المادي بمعاناه الدروس الخصوصيه وكده، لان المبادره بالمجان لكل الطلاب. نحب نشكر الحياه كريمه جدا على مجهودها اللي عملته معانا النهارده، وبجد كانت الحصه تحفه خالص واستفدنا منها كتير، وبجد المدرسين عملوا مجهود كتير خالص السنه دي، وان شاء الله يعني ان احنا نكون عند حسن الظن بيها. مبادره جميله والله، واستفدنا منها كتير وقدرنا نلم حاجات كتيره من المنهج. وطبعا نشكر وزير التربيه والتعليم اللي عمل لنا المبادره دي، طبعا اكيد وفرت معانا كتير، ويعني المدرسين بيشرحوا المنهج من اوله لاخره وبيشرحوا اسئله كتير بتلم المنهج كله. بشكر مؤسسه حياه كريمه انها ساعدت كل شاب في ثالثه ثانوي بمبادره اقدر 10 ايام. مبادره كويسه جدا وقدرت تلم لنا حاجات كتيره من المنهج يعني، واستفدت حاجات كتيره منها يعني. كما شهدت محافظة كفر الشيخ انطلاق مبادرة تقدر في 10 أيام برعاية مؤسسة حياة كريمة، وتشمل المراجعات تقديم اختبارات تقييمية ومسابقات لتحفيز الطلاب. وتعكس هذه المبادرة التزام حياة كريمة بتقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلاب، وهو جزء من جهودها لتعزيز قدرات الشباب ومساعدتهم في تحقيق النجاح الأكاديمي. احنا موجودين النهارده بنراجع مع طلبه الثانويه العامه ضمن مبادره تقدر في 10 ايام، بنلخص لهم المنهج كله في 10 ايام. المبادره بتحتوي على اكتر من حاجه، بيكون في عرض لمراجعه من افضل المدرسين في جمهوريه مصر العربيه كلها برزنتيشن الاول، وبعد كده بيكون في مدرس موجود ده من افضل المدرسين اللي موجودين في المحافظه، بيشرح لهم اهم النقط اللي هتيجي والامتحان ممكن يبقى عامل ازاي وايه التركات اللي في المنهج. كمان عندنا جلسات دعم نفسي بتتم للطلاب. بننفذ البروتوكول المشترك بين وزاره التربيه والتعليم وحياه كريمه، كل ده خدمه مصلحه ابنائنا الطلاب. والنهارده ان شاء الله هتبقى مبادره كويسه، واحنا انتقينا اصلا خيره مدرسين كفر الشيخ اللي الطلبه بتحبهم وبيساعدوهم، وان شاء الله تبقى مبادره كويسه ان شاء الله ونساعد ولادنا يعني. احنا بنتعامل مع الطالب بنعرفه ازاي يتعامل مع الورقه الامتحانيه. الورقه الامتحانيه هتبقى عباره عن اسئله عامله ازاي، بنقضيله على رهبه الامتحان، لان طالب الثانويه العامه بيبقى محتاج يعرف، لانه اول مره يدخل كلمه ثانويه عامه بتبقى لها رهبه وخوف، نحاول نقضيله عليها. نشتغل مع الطلاب مراجعه قويه جدا، بنحط اهم التركات، بنحط الطالب على الاسئله المهمه ازاي يجاوب ازاي يفكر، وربنا يوفق الجميع ان شاء الله من طلابنا ويحققوا اللي بيتمنوه. استفدنا كتير جدا الحمد لله، المراجعه كانت كويسه قوي وحلينا كتير، ومراجعه كويسه والحمد لله على قد ما نقدر راجعنا كتير وما كانش ناقصنا اي حاجه الحمد لله. المراجعه كانت كويسه جدا وحلينا فيها كتير قوي وعدنا المنهج من الاول، وبجد يعني استفدنا كتير جدا من الدكتور هنداوي وعمل اللي عليه وزياده معانا، وان شاء الله هندخل واحنا هنطلع مبسوطين من الامتحانات وهنكون حالين كويس جدا. انا بشكر مؤسسه حياه كريمه ان هي وفرت لنا ان هي تجيب لنا عدد من المدرسين اللي يجوا هنا ويقولوا لنا التركات اللي بتيجي في الامتحان ويشرحوا لنا المناهج. انا بشكر مؤسسه حياه كريمه واداره التربيه والتعليم.
تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عقدت مؤسسة الجرح للتنمية المجتمعية برنامجا تدريبيا مكثفا للمتطوعين ضمن فعاليات البرنامج الوطني لتأهيل شباب ملهم، وذلك بمشاركة نحو 200 متطوع من مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم وعدد من المتطوعين من محافظات أخرى. وتضمن البرنامج التدريبي مجموعة من ورش العمل والمحاكاة والتطبيقات الواقعية. وركزت محاور البرنامج على توعية المشاركين بمدونة السلوك والميثاق الأخلاقي للعمل التطوعي، مع إكساب المشاركين مهارات متقدمة في التواصل والتفاوض والإقناع والتنظيم الميداني ومهارات العمل الجماهيري، لتأهيلهم للمشاركة في تنفيذ البرامج والمبادرات المجتمعية التي تخدم أهالينا في كل المجالات. وشهدت فعاليات البرنامج التدريبي تسليم المشاركين شهادات إتمام التدريب، فضلا عن تسليم نحو 250 شاب ومتطوع لشهادات اجتياز البرامج التدريبية التي عقدتها المؤسسة على مدار الأيام الماضية. التحالف لا يعمل في منأى عن استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة اللي قامت وتأسست على ان الشباب هم عصب عملية التنمية وهم الأداة والركيزة الرئيسية للعمل الأهلي التطوعي اللي ان شاء الله هتقوم على ايديه بإذن الله بناء الجمهورية الجديدة اللي بتتطلب ان احنا كل شباب الأمة يبقى متسلح بمجموعة من المهارات والقدرات اللي تأهله في المستقبل، لأن المستقبل يتطلب مننا مهارات عمل تطوعي وأيضا مهارات رقمية في بتؤدي للتنافس في سوق العمل اللي بيحتاج مثل هذه المهارات. دي من أهداف التحالف الوطني، وأنه يحاول يصقل الشباب دول بكتير من المهارات وبكتير من العمل التطوعي عشان نخلق عرفهم أهميته واحتياجنا الكبير قوي ليه في المجتمع اللي احنا فيه. الشاب من دول هو الذخيرة الأساسية لأي عمل موجود في البلد. احنا بنسكل خبراتهم وبنسكل مهاراتهم عشان يقدروا يتقدموا عمل جيد كويس للمجتمع اللي حوالينا. عايزين نوصل لعدد كبير جدا من المتطوعين في كافة المحافل وكافة المجالات اللي موجودة في كل المحافظات، منهم محافظة الفيوم، وما شاء الله الشباب يشرف وحاجة جميلة جدا ومجتهدين. أنا حابة أشكر المؤسسة بسبب التدريبات اللي هي بتقدمها لنا، ومن ضمن التدريبات دي تدريب النهاردة هو تدريب مهارة التفاوض والإقناع والتنظيم الميداني. من خلال التدريب ده أنا هعرف أتعامل أكتر في الشارع وهعرف أتعامل أكتر مع الناس. من خلال التفاوض إن أنا مثلا أبقى حابة إن أنا أقدم لهم فكرة أو حاجة معينة، الحاجة دي أنا استفدت منها في حياتي الشخصية قبل حياتي العملية، بقيت أعرف أتكلم مع الناس أكتر، بقيت اجتماعية أكتر، بقى في مهارة تفاوض أكتر في الكلام وفي الشغل وفي الشارع أكتر، يعني خليني إزاي إن أنا أعرف أتكلم في أرض الواقع أكتر من أي كلام عادي. طبعا أنا استفدت من التدريبات حاجات كتيرة قوي. أول حاجة القيادة وأساليب القيادة، وإزاي أعرف أتعامل مع الناس وأنزل تدريب ميداني، إزاي أبقى اجتماعية وأعرف يبقى عندي روح تعاون ومشاركة. وطبعا التدريبات بتضم مجموعه من المحاكاه والمشاركه، بتضم تطبيقات، بتضم ورش عمل بتكون طبعا تحت خبراء بالاستناد بالخبراء. حابه اشكر المؤسسه جدا، لان انا لو خدت الكورسات دي بره طبعا كنت هاخدها بفلوس عاليه جدا، وفرت لنا حاجات كتيره قوي. طبعا كل التدريبات ديت مجانا بدون اي مقابل، وبتدعمنا دايما عشان نقدر نقنع بقية الشباب والمتطوعين ان هم ينزلوا معانا، بحيث ان احنا نوصل لاكبر عدد من المتطوعين يشتركوا معانا. وطبعا احنا بنقدم رسالة لكل الشباب ان هم ينزلوا يشتركوا معانا في التطوع، ودي حاجة كويسة تقدر بها تساعد بها المجتمع. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت في الموسم الماضي على توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة طبقا لقواعد البيانات التي يتم مراجعتها بشكل مستمر من قبل المكاتب الميدانية للمؤسسة بمختلف محافظات الجمهورية. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية.
وأعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سك الأضحية يصل إلى 9600 جنيه مع إمكانية التقسيط على 10 أشهر. ويعد سعر السك هو الأرخص في مصر، بالإضافة إلى أن اللحوم تعد الأعلى في الجودة. كما أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن سعر سهم الصدقات يصل إلى 500 جنيه، وهو يكفي لأسرة واحدة، وذلك للوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في مختلف مراكز وقرى الجمهورية. قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي الناتو تستفز أوكرانيا لمواصلة الحرب مع روسيا. واتهم بيسكوف دول الناتو بأنها تنوي مواصلة الحرب مع روسيا بالمعنى الحرفي والمجازي، محذرا من عواقب تلك التحركات. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا. وقال وزير الخارجية الروسي إن مثل هذه الخطوة ستشكل استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية. المزيد في سياق التقرير التالي. فيما تحتدم وقائع الحرب في أوكرانيا للعام الثالث على التوالي، يطفو على السطح بين حين وآخر الحديث عن المفاوضات والرغبة في السلام. فلم يمر وقت قصير على دعوة سويسرا لاستضافة مؤتمر للسلام بخصوص أوكرانيا، حتى أعلنت روسيا عن إمكانية قيام الصين بتنظيم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا، وذلك في خطوة أشادت بها موسكو واعتبرتها استكمالا لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية. وفي وقت تشكك فيه روسيا في مبادرة السلام التي تأتي من الغرب، فإنها في المقابل صارعت لترحب بأي مبادرة صينية للسلام في أوكرانيا، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن بلاده تتفق مع موقف الصين المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساو وغير قابل للتجزئة. ودعت روسيا مرارا لإجراء محادثات بشرط مسبق، وهو أن تعترف كييف والغرب بالمكاسب التي حققتها على الأرض في أوكرانيا، وهو ما ترفضه كييف. وتقول روسيا أن المناقشات حول التسوية السلمية التي ينظمها الغرب فقط تستند إلى صيغة كييف، متجاهلة المبادرات البديلة المقدمة من الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والجامعة العربية. قالت السلطات في أيسلندا إن بركانا في شبه الجزيرة الجنوبية يواصل إطلاق الحمم لليوم الثاني، من المتوقع هبوب رياح تحمل غازات سامة ملوثة بعيدا عن العاصمة ريكيافيك. وذكر مكتب الأرصاد الجوية في أيسلندا أن ثوران البركان، وهو الخامس منذ ديسمبر الماضي الأقوى في المنطقة منذ عودة النشاط البركاني في شبه جزيرة ريكيانيس قبل 3 سنوات بعد أن ظل ساكنا لمدة 8 قرون. ورياضيا، يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن تدريباته استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 من يونيو من الشهر الجاري في الجولتين 3 و4 من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
توج فريق أولمبياكوس اليوناني بدوري المؤتمر الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ الأندية اليونانية على حساب فريق فيورنتينا الإيطالي بهدف قاتل للمغربي أيوب الكعبي في الأشواط الإضافية. للمرة الأولى في تاريخ وتاريخ الأندية اليونانية يتوج فريق أولمبياكوس اليوناني بدور المؤتمر الأوروبي كونفرنس ليج إثر فوزه على فيورنتينا الإيطالي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما بالعاصمة اليونانية أثينا. اللاعب المغربي أيوب الكعبي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 116 من عمر اللقاء من خلال ضربة رأسية محكمة سكنت شباك الفريق الإيطالي فيما احتفل الآلاف من مشجعي أولمبياكوس في معقل الفريق بالمدينة الساحلية بيريوس بعد فوز فريقهم بأول لقب أوروبي لناد يوناني في نهائي دور المؤتمرات الأوروبية. وانتشرت حشود من المشجعين عبر الساحة الرئيسية والشوارع المحيطة في المدينة القريبة من أثينا، حيث تحولت المدينة إلى عرض باهر من الألعاب النارية. وعلى الجانب الآخر خيم الحزن الشديد على أنصار فريق فيورنتينا الإيطالي وسط حالة من الذهول لعشاق الفريق البنفسجي، حيث تعرض الفريق للهزيمة الثانية على التوالي في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي وخسارة نهائي كأس إيطاليا الموسم الماضي. وبأخبار الرياضة مشاهدين، نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة السادسة مساء وإلى عناوينها. الرئيس السيسي يدعو المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياته لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة. البيان المشترك للمنتدى العربي الصيني يدين استمرار العدوان الإسرائيلي ومحاولات التهجير القسري للفلسطينيين. الحكومة السلوفينية توافق على قرار الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة بعد إسبانيا والنرويج وأيرلندا. وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة. تقبلوا تحيات زميلتي نسرين فؤاد، وهذه تحياتي أنا حنان عاطف. إلى اللقاء.